هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. شوف الجيران، يمكن خابت طيور. هذا الاسود ميله. حلو اللون الاحمر عالتور. عالتور البيض طبعا. ها خطية، قبل كم يوم يسولف لي مقلوبة طيور لي غازون كلبين بيها، مضيع 23 ومدري ايش قلت حسب كلامه. معديها للطيور، هابطيها جوا مقلوبة بالهواء. فإذا تشوف أنا طيور قلانات. طبعا شباب، أنا مطير الحبرية التيديات بالستة ونص، يوم الأجواء بيها هواء. هسه الساعة بالتسعة، عندنا واحد حاط بس، واحد ما طيرته مريض. مو مريض، وإنما يعني شلون وضعيته تعبانة. فحاليا طائرات الطيور أهم جيراننا، وصيها سب يوم السباق بالله بشوي. اليوم لا تفتح الحمام مالتك حتى لا يأثر علينا، يعني احنا نفس الدايرانية. ايه، فهسه عندنا مبينات 2 4 5 مبينات، والبقية شوية صاعدات ذاك السادس فوقها هن. المهم جبت لي ترتيبات. هذا شباب لوز عيني وصمون، وهاي شويه خردل تضربن بخلاط، تخلي وياها مثلا زبيب، بعد 10 15 زبيبه، يعني كل تقريبا 10 لوزات زبيبه واحده او اثنين. واليوم خليتين نص تمرايه، وهذا كله طاقه، تمور الحلاوه الامور هاي كلها طاقه. نضربهم كلهم بالخلاط حتى الطيور منه تحط. اليوم انا متاكد هي هاي حاجه للعشره، يجوز تبدي تحط الطيور بعدها. هي 2 3 4 6 فوق هاي ينزل على الطيور مال الولا صاحبها. فتنزل تبدي تاكل هاي الوجبه، وانطيها وجبه اللي خش وقت، يعني بعد بالوحده بسنتين عشاء نص عشاء، وراها ارجع عشية نص عشاء. لا، عشاء كامل وراها ياكل الفول اكل. مباشر راحه ما عندنا. بيوم قبل المطيار، شوفوا شباب جماعه المستورد اللي يحب ياخذ معلومات بسيطه. اول شيء تحافظ على طيورك من الضياع، وهاي انا هسه ندمت عليها بقشع راسي من كان طويل كلش، مو هسه ثاني شويه شعري قل ولو زرعت بس. من تنطي مي بالليل للطير 10 cc، والصبح قبل المطيار تنطي 10 cc، الضياع ينقسم، ينكسر ظهر الضياع، الضياع يقل عندك حيل. يعني هسه انا من بديت انطي مي الحمد لله ربي شفت فرق. الحمام تقريبا يعني ثبت، وقف الضياع ماله. انصحكم شباب اللي طير تيدي، والله انا هالمعلومه ادري بيها من قبل، بس شنو تساهلت بالموضوع شباب، عندي عدد ومسيطر. بعدين صار اللي صار، يعني كلش قضية مهمة انه تنطي مي فد 10 cc بالليل، تصعد بسرنجة. صار سرنجة خالي هناك، هذا الناظر اليوم ما نحتاجه. اصعد انطي لكل طير 10 cc بالليل، والصبح انطي 10 cc قبل المطيار بساعة. بالليل يهضم الاكل البي وهالامور هاي ويترتب الطير، والصبح هم شوية يهضم، وهميا يعني يصير عنده طاقة مطاولة يطير، ما يهتم بيه مي، ما يكتل العطش، ما يبس الطير وينزل يروح يكمل. هاي طبعا يسموها نسخة. 2 4 6 7 8 دا اشوف هسه. فكلش كل الشغلة ضرورية، يعني نصيحة لي أنا والله لو ماشي على هاي الشغلة من البداية لا تفرق تفرق. طبعا هاي الحبوب السوداء هاي خردل شباب، هاي خردل هاي الحبوب السوداء، أعطيه شيء بسيط دهون وهالأمور بيه، الطير خاف منقص فيه هو يترتب. خلي هسه هذا المريض خلينا نطب الماكلة هو وذاك الثاني قبل ما يحطهم ذني، وهم ياكل اليوم مو ذاك المطيار، لأن الأجواء هوا، واحنا بنشرب الشاي شوية ونجيكم. طبعا
طبعا هاي شباب شوفوا 2 4 6 8 10 10 حاطات 2 هو واحد حاط واحد ما طيرناه 12 والزيرة فوق 13 بقى عندنا الرامبوري والمقطب رامبوري والمقطب ليش الزيرة فوق يعني مو عالية كل شوية عالية من هنا هاي اليوم يعني هسه 9:30 من 6:30 للتسعة ونص 3 ساعات تقريبا ايه 3 ساعات طارت كهواء ها هي كهواء وطيور طايرة نظيف ها هي اليوم يعني انت المهم سويت لهم لياقة وحافظت على الحمام ماكو ضياع ان شاء الله وبنفس الوقت اكو لياقة نشوف المقضب يجي لو ما يجي طبعا خليت لي هسه بنجاسول بالمي فيتامين وخليت لي اللوز والخبز والترتيبات هاي وهسه ننتظر انه ينزل يا طير هاي تنزل انت نشوف ذني طير وقع لنا ذني ينزل طير ذني الثلاثه والله ذني اللي ثلاثتين بيها صبغ اصفر سبحان الله ثلاثه اللي مات صبغ الاصفر ينزل الطيور يعني جزء صج بصبغ يعني شيء على شيء الامور زينه بس خلينا نكون واقعيين شباب صار سباق قبل كم يوم اكو عالم اوقاتها قويه ليش اوقاتها قويه؟ لان ما ضيعت حمام باقي العينه العينه تمام العينه يعني شلون احنا مثلا ضيعنا الطيره ومصبغ لونيه ضيعنا الدابوله ضيعنا الزيره ضيعنا اسماء قويه يعني تخيل انت عندك فريق فول وينصاب عندك فد 3 4 العينة فشو تحصل بعد فراح اضرب للسباق امان تلا لخاطركم يعني 90% ما احصل شيء بس للونسة خلينا نقول للونسة خلينا نقول حتى ليرو علينا هذا الموسم يجي تعبنا وطيرنا وضيعنا فندخل لنا سباق عسى ولعل حصلنا شيء حصلنا شيء ما حصلنا شيء شو الناس له وتعال شوف الدرس مالي لان هاي الطيرة وهذا الفاحل اللي تنزل الطيور وهذا الاخ تقريبا انا هسه وقعت على عيني الاسماء يعني حفظتها اللي راح ادخلها للطيور حد هسه 5 6 اني هو سباق 7 طيور واكو سباق 9 طيور سباق 7 طيور ان شاء الله سهل يعني معين اني هسه بس 6 يدخل لي يعني بعد اي واحد ياه اللي يبرز ندخله شوف شوف هذا الفحل ذاك حتى صعد فوق اخر ما يريد يحط شباب ليش ما يريد يحط هذا البارحه من ضي حبايبي 12 تمام ما يريد يحط هاي كلها طيور راح تحط نفس الهواء هو هذا اداء حاله من حالنا اخر يوم راد يقضب يلا حط جناحات اثنين وقفت يلا اجي حط سيركت بحبايه بيتول هاك شوف اليوم فوق هاي الطيور كلها ملمومه لنا هو هذا فوق شوفوا ما يريد يحط هنا مصعد لما نروح شويه هاي زيرة هم صارت انصيار هذا بعد احلى من 2 4 6 8 10 11 11 12 13 بعد الرامبوري والمقضب اثنيناتهم خارج الحسابات ليش؟ لان الرامبوري دي يحط في المكان لان الطير من بعيد دي يحط ودي يجي يطير الرامبوري خارج القائمه هذا اللي دي يلعبه هو ما حاولت وياه ما دي اكيد المقضب اتصور همين يعني جنحه دي ياذيه ودي يوقع على مكان او جزء حاطه هنا كفوق يم الزواج ما ادري فيعني البقية ان شاء الله البركة دين طبعا شباب شوية صعدن هسه شوية ما اعرف جزيري دين حطين جزيري دين طيرين الله اعلم خلينا نجي نشوف الفاروق خان شوية اكو شغلة ما اريد اقول لكم اياها مغلس انا اذا عرفتوها كتبوها بالتعليقات هذا عندنا زوج ما شاء الله شوفوا هذا انتاجه جواه هذا زوج هم فرخ واحد جوا 3 فرخات بس عنده فاروقات هاي زوج
خايف لاني اراه في البسود. خايف على كثير خليتني هنا. هذا الزوج كان من بيض رجع بيض. شوف هذا البيضه شلونها. امورك صوره ما في شيء كذا. بس شو جديد. عندنا بس بعد هذا الزوج من بيض. وهاي الطياره انا عازل عليها هسه ان شاء الله ورا السباق. بخير وسلامه. هنا نطبق لنا فد 10 زواج تيادي من هاي الوجبه اللي انا جايبها. نطبقها نتونس عليها. نطلع انتاج نطلع الامور هاي. هلا نشوفكم الحبريات. طبعا كان 51. لك ماتت عندنا طياره. البقن 50. بقن 50 هذا العزيز. حلوات والله شباب حلوات. يعني بخير وسلام الموسم الجاي اذا الله خلانا طيبين عدد نسوي. راويكم الوجوه. زبير البطل. اصبر اصبر اصبر. شوفوا شوفوا جنحه شباب. هم خطيه هذا جنحه هيك. هاي هم جنحه بعدها. بينش متكك وعد الاخسوده. هم جنحه قافل. هاي ام العلم. خاف احد ما شايف ام العلم. هاي ولي راحت تتلف. هذا الاشعل مالتنا القديم. كلها حلوه الرمانيات اللي باقيات. تدرون شباب ضايعه الطياره اللي ما صبغناها. قاعد ادور عليها صار فتره ماكو ضايعه. وعندنا فحل هم ما صابغي هسه ادوره هم ما صبغه. بس هاي الطياره ضايعه. هم زين ما صبغتها. تتوجه مبينه. دريت بيها الضيع والله. شوف نشوف هذا وين الما مصبوغ حتى نصبغه. كل ما اجي ارده طلعه ادور ادور ماكو. هو ابيض الطير. شو انه كل ذني بيه نصبغ. ومنه طير يبين بنص من ما مصبوغ. والله ما ادري يا شباب. هذا؟ لا. ولا مصبغه عمي. تجي طيرين يطلع ما مصبوغ. نفزع لهم بعدين. نصعد من فوق نشوف هذا المقبب وين بلكه حاط فوق. واذا نشوف راح يحطنا. لان 2 4 6 8 9 10 و 0 فوق 11. هاي الحمر هم مفتوحه. بس يحطن التيادي نطير. ما كل مكذب والله شباب. جوز حاط له غير مكان ما اعرف. بس ما اكل حمر تطير وقتها حلو. صار بيها نص ساعه تقريبا. نص ساعة مع ال يعني تساهيل لأن ما أدالي عليها. إذا شوية دقهن لا تختلف الأمور. هسه تقريبا الفصل مالتهم نص ساعة. بس بيها أشوف اللي لما ما تمطر دات. هذا الأدلع ماخذ هاي المكعكة الحلوة. مين اللي على ثلاث ارباع على البيض. كان قبل هذا الادلع طير يعتبر اساس بالسطح. العالم كله تربي ادلع. شنو يقول لك هاي هو هسه الادلع بعد ما حد يربيه قليل. احنا عندنا بطيور والله 1 2 3 عندنا جزء فد 4 دلع.
شي طير دا تشرب مي، هذا الفحل الديفاري، هاي المكعكلة هم نازل بياض بيها. هاي شوف هاي الفرارات مال الفحلة، فبيهن دلع والله. هذا الديفاري همين طبعا. هذا المقطع شباب ما بي ولا صافورة حتى لا يقول صاحبنا بالبلابل. آه يابا خربت لنا البلابل. طبعا البارحه احنا عندنا بلبلين شباب جوا، على طار البلابل عندي واحد من البلابل هلس ذيله وعضعض برجله خبلني، مع العلم فد اليف وحلو وصوته حلو. اي شفت هم رجله بيها شي طبقه، خليت الدهن مال جلديات وهالسوالف، والله تحسن بس يمكن بعد ده هلس ريشة بعد ما ادري منو صايره ويا هاي الحاله. خلي يكتب لنا بالتعليقات، واذا اكو علاجها خلي يكتب لنا بالتعليقات حتى نجيب ليها خطيه. طبعا ذني نص راح يحطها هاي الجلديات. ما حاشيك بعد، ما حاشي 2 4 6 8 9. هذا واحد مو مالتنا ياهل، واحد مو مالتنا ياهل. والكناري ما شاء الله شباب، الكناري دا يبدع، فالصوت ما شاء الله قراياته حلوه، يونس يونس لسانه كلش حلو. بس دا نريد لنا طياره شباب، طياره مفتله. شلون النوع مال الكناري ما اعرف انا اسمهن، بس هي مفتل، هو مفتل من فوق لجوا مكعكل الريش مالته نقرو. فاللي عنده هيك نثي اي لون، صفرة خضرة بيضة اي لون، انا اشتريها من يمه، لان والله نزلت على مود هالسوق الغزل، فريت سوق الغزل كله من الطول للطول ما لقيت بس طيره واحده تلعب النفذ ضعيفه منتهيه ما اخذت. هذا الفحل مالتي نوعيته حلوه، خوش كناري ويقرا. وانا قلت اجيب له نتيين كاثرهن نتونس عليهن. فاللي عنده شباب نتيه رحم الوالديكم، انا اشتريها مشترى نتيه كناريه يكون بيضه يمه منتجه، تكون مفتله مكعكله من فوق لجوا. واذا يعرف احد عنده يبيع ابو محل لا مخليه يكتب لنا اسمه بالتعليقات وانا خابره. نجيب له نثيه حتى اذا يقطع قرايه مو مشكله، بس خليه يتزاوج. والله كان عندنا جوا كنت خال نثيه وفحل قديمات كناريات قبل هذا الحج، قبل فد 5 سنوات 6، وتكاثرن جوا طلع يمكن 3 فرخات بوقتها، والله ما اتذكر، مثل فرختين والله ما اتذكر بوقتها، يمكن فرختين، مات واحد بقى واحد والله ما ادري. كان صفر عم حلوات. انا رايح احطه هسه ذني ان شاء الله اليوم راح اجيب لهم بعد شريط بي 12، راح اشتغلهم كلهن على حبايه حبايه. وهذا اكل وترتيباتهم جواها، حتى من اليوم السباق امورهم حلوه. هو الجو هم بدا يكسر حسب الساعه تقريبا بالعشرة الا او 10:30 والله ما ادري، يعني الحدث الاجواء زينه. طبعا شباب الشغله عجيبه، طبعا صعدنا الطيور النقاط صار، وهذا المقضب همين صعد وياه ما ادري وين يشوف، ادرون كان بس باوعت فوق هاي لقيته عالي، 1 2 3 4 عاليات. خلينا نشوف قد حطن جوا، خلينا ننزل. حاطات عندنا 3 قلت لكم ذني ما تصبغ الاصفر التعبانات. تعال طبا تعال انت مو طير تسوي لنا سالفه. طبا ذني 3 اللي تعبانات حطات، يعني هسه زيد 2 4 5، يعني بعد 10 طائرات، 10 بعد طائرات. المقضب هسه وانا شفته شباب عالي، مقضب عالي معقوله فتح؟ والله ما تبارك الله عمي، ذا فتح يغلب نص الطيور، والله يغلب نص الطيور شباب. هاي جزيره ما تشوفوها، البقية صعدا نقاط
ليش روح 1 2 3 4 5 3 4 5 دا اشوف 6 دا اشوف 6 7 دا اشوف والله شباب. طبعا حطن طيور وكان عندي هسه 4 2 طائرات يعني الطائرة الزيرة والفحل هذا الحبري هاي 2 والرامبور والمقضب ما اعرف حد هسه ما بينهم. المقضب شفته قبل الان ساعة اكثر هسه الساعة تقريبا بالدعش ما اعرف. خليني افتح الحبريات بعد هاي شوف ذني هاي ما تطلع يقول جنحة بقى جنحة حاقة شوف ذيك الزيارة شوف شباب ذيك الزيارة جات هاي الزيارة هاي زيرة لو هذا الفحل هاي الفحل يمكن هذا والله ما ادري زيرة الفحل ما اعرف. اليوم الاجواء كلها هواء طبعا هو هذا الفحل هسه انا شفته فوق يجوز هاي زيرة او هو يجوز من الديغات والله ما ادري ما اعرف. بس انا اقول لكم هو اليوم الطيور ما اخذ يجي زيرة ما تبين حالي كلش شمس وهذا الفحل انطبق وياه هذا اللي فوق على 2 راسين يلا ان شاء الله هسه من كم يوم شوفوا شوي جنح والحبريات شويه سرعه شويه ترتيبات من هنا لكم يوم امورهن تمام التمام بعد السباق نبلش بهن شباب الحبريات بعد السباق نشتغلهن شغل صحيح شوفوا شلون جنحين وين تبقى وين تبقى بس مجرد ان شوية نخلص السباقات نتفرغ لهن ان شاء الله يرجعن ينهزمن وما يخلن المكان ان شاء الله يعني هزيمة فول هزيمة درجة اولى ان شاء الله. يلا شباب لا تنسون اشتركوا بالقناة خلوا لايكات خلوا تعليقات اكدونا يمكن غلستوا على سالفة الاشتراك بالقناة بعد ما ادري المهم فان شاء الله نلتقي بمقطع جديد شباب والحبرية الطائرة وهذا الحبري هم بدأ ينزل والجولدن فوق ان شاء الله الامور زينة. يلا شباب تحياتي لكم.